معانا مين من كفر الشيخ؟ يا استاذ علي، يا حاج علي، انا استاذنا معاك حضرتك. اتفضل حضرتك على الهواء. احنا حضرتك عندنا مصرف صرف زراعي مكتوم تبع الروضه، مركز الاستهلاك محافظه كفر الشيخ. ايوه تبع الروضه. محتاج تطهير. المصرف ده حضرتك معدي من قريه ابو التوجي غاني، فالقريه بترمي فيه مخلفات وبترمي فيه روث البهائم، وهذا ما يعطر الصرف الزراعي. طبعا، ومهما تم تطهيره هيرجعوا يرموا القمامة مرة تانية وأي مخلفات عندهم عشان عايزين يخلصوا منها، ومفيش حد أساسا منتبه إن الناس دي محتاجة منظومة لجمع القمامة، ونجري على وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الري. حضرتك المصرف دي عليه طبعا عليه متفدان. أيوه ماشي، عليه متفدان، فأنا مطلوب مني السنة دي إن أنا أزرع شراجي، وأنا أصلا صرف أرضي مكتوم ومعتدل للبوار. آه 100 فدان مشتركين في المصرف الزراعي سيدي سالم الروضه، القريه اللي هو بيمر عليها اسمها قريه ابو تسوقي. قريه ابو تسوقي حضرتك. حاضر. ومحطوط احنا، وانا حضرتك طلبت، عملت طلب تغطيه وشكت في الزراعه قبل كده ومحدش رد عليها حضرتك. طلب تغطيه عشان تغطوها. عشان نغطوها، عشان ما فيش حاجه تعطل الصرف الزراعي. والله اللي متغطي او اللي هو تم يعني تطويره ما هواش يعني بيؤدي دوره بالكامل في بعض الاماكن، والمكشوف في مشاكل بسبب التلوث. هو الموضوع ان في خدمات، انا يعني في يا حاج سامعني، بشكرك يعني تكمله لكلام الحاج علي، انا تابع لك طبعا مع وكيل وزاره الزراعه والري في نفس الوقت، بس تكمله لكلامه، في خدمات بتكمل بعضها. الموضوع مش موضوع ترعة او مصرف ماشي فقط، الترعة دي او المصرف بيمر بعدد من القرى، وكل قرية فيها السكان وفيها الانشطة المختلفة وفي حياة يومية، ناس عايشة، قطاع زراعي تجاري حرف، حياة. الناس دي محتاجة منظومة لجمع القمامة، وإلا يتم إلقاءها كلها بالكامل في الترعة في المصرف، اقرب مكان دي تخلص منها أو يحرقها، زي ما احنا كنا بنتكلم في مقدمة الحلقة عن الحفاظ على البيئة. فليه في أماكن حتى الآن بتعاني من نقص هذه الخدمات؟ احنا معانا دلوقتي في كفر الشيخ دي هنتابعها، ونعرف قرية أبو تسوق الناس دي عايشين ازاي، وهننزل كاميرا الأسبوع القادم أو في خلال هذا الأسبوع، ننزل كاميرا نسأل الناس أنت صندوق القمامة بتاعك موجود فين؟ كيس القمامة أو المخلفات بتاعت المنازل بتاعتك بتوديها فين؟ بتتخلص منها إزاي؟ أنت عندك هنا في القرية في حد شغال في هذه المهنة؟ في شركة بتيجي بتقوم بجمع القمامة؟ هننزل الأماكن اللي الناس بتتكلم عنها دي، ونعرضها على السادة المحافظين، إحنا عاوزين منظومة لجمع القمامة، ليه؟ عشان نحافظ على البيئة، وإيه تاني؟ عشان أنا عندي ترعة ومصرف بنستخدمهم في القطاع الزراعي، وعندي فلاح قاعد منتظر عاوز يزرع وعاوز يشتغل. وزارة الموارد المائية بتقوم بمجهود كبير جدا عشان توفر الري، وزارة الزراعة بتشتغل في جميع الأنشطة المختلفة اللي احنا بنتكلم عنها، أسمدة وتقاوي ومستلزمات إنتاج وميكنة وإرشاد. طب وفي النهاية، في النهاية أنت عندك فلاح بعد ما زرع وبعد ما صرف مستني الأرض بتاعته تصرف المية الزيادة، أو مستني نقطة مية أو قطرة مية تجيله عشان يكمل الموسم بتاعه. فمن باب أولى إن احنا كلنا نقف خلف هذا المجهود، مجهود الفلاح ومجهود الدولة في نفس الوقت. في وزارات كتير جدا معنية بالقطاع الزراعي.